السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ اليوم في عندنا الكمبرسور نيو وورير أو أي كمبرسور موجود فيه نظام الفلتر الجانبي هذا. طبعا هذه قاعدة الفلتر. أغلب الشباب ما يعرفش إنه، أو مش الأغلب يعني، في اللي عنده علم يعني بالفلتر الداخلي هذا كل فترة لازم تبدله. تو حنفكوه ونشوفوا كيف شكل الفلتر، لأن هو يجي قطع غيار معاه مع الكمبرسور. طبعا يفك البراغي بتاعه. هنوقف الفيديو شوي باش ما يكونش طويل. هذا الفلتر بعد ما فكناه، قاعدة فكناه. الفلتر الداخلي هو عبارة عن الفلتر القطن العادي، شوفوا شكله كيف مع كثرة الاستعمال. هذا لو سخ بالكامل، الأوساخ اللي نتيجة الضغط والزيت اللي صاير فيه الداخل كلها تجمع في الفلتر هذا. هذا لو تسكر معاي وما انتبهت لاش، حنلاحظ ان الكمبرسور يسخن اكثر من اللازم، لاحظ ان مدة التعبئة حتكون بطيئة شوي. هذا يتنحى ويستبدل بأي واحد تاني يجي معه. طبعا وقفت الفيديو شوية، استبدلت الفلتر بواحد جديد وحنجمعه. طبعا في الفك والتركيب في الكمبرسور نفسه بتركز على المسامير او مجال مرور الهواء، يختلفوا الزوز، لان فيه واحد الصمام اللي من تحت فيه فالف لي او فالف لمنع رجوع الهواء، هذا بتنتبه له في التجميع. تو نجمعوا الفلتر، طبعا تجميعه سهل، تسكره من فوق ومن تحت، بتركب المسامير في مكانهم. نوقف ونجمعه وبعدين. وهذا الفلتر بعد ما جمعنا تبركوه في الكمبرسوري. الفكره اللي بنوصلها ان يعني لاحظت ان في شباب هلبا عندهم يعني الكمبرسوري هذا، سواء كان هذا او نوع ثاني، فيه فلتر جانبي اللي هو خاص بالشوايب ما يستبدلوش فيه نهائيا، ويعانوا من مشكله ان الكمبرسور يسخن، التعبئه تتاخر معاه شويه، مش نفس الوقت اللي كان ياخذ فيه قبل. طبعا هذه الكيس اللي جي معاه في فلاتر، هذا الفلتر يركب في القاعدة هذه، وهو نفسه اللي يركب في فلتر التعبئة نفسه. طبعا بتاع فلتر التعبئة نفسه مش شرط انك تعدمه، لانك تقدر كل فترة من الاستعمال بيصبح شكله بالطريقة هذه، تقدر توصله بمي وصابون ينضاف وتخليه يجف وتستعمله مرة ثانية، يعني بينحي رطوبة بس، مش ما فيش يعني زيوت او اوساخ بيتعامل معها. لكن هذا لا، هذا بيتعبى زيت ورايش، فلازم تستبدله ما تستعملهش. يعني شوف هذا نتيجة الحرارة انحرق من الجنب، فتستبدله على طول وخلاص. يعني هذه فكرة من الفيديو، توضيح كان الفلتر بس لا أكثر ولا أقل. ونشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله.